أولاد الكاب. أولاد الكاب. أولاد الكاب على راديو كاب اف ام. وصلنا توا معاكم للخمسة وثمانية واربعين دقيقة. هذه أولاد الكاب متواصلة معاكم حتى للسبعة متاع العشية. تنجمون تسمعونا على 91.5 95 والـ106.6 وإلا على الباج فيسبوك متاعنا ستريمينج لايف راديو كاب اف ام. معاكم أشرف الكردو اللي كنت ميكرو منصفة مع نور الهدى باشا اللي باش تكون معانا زاد في أولاد الكاب في حلقات أخرى. ومعانا في الإخراج الرقمي أمولة. ربي فضلك لنا يا أمولة، يا أحلى واحدة تعطي في الغناء على عجلة. ربي فضلك يا أمولة. متواصلين معاكم قلنا حتى للسبعة متاع العشية باش نحكيو على تظاهرة الليمة هذية. تظاهرة حلوة 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 على الاخر. نتصور المدة الاخرانية الكل مفهم، يمكن جيلي واللي قبلي واللي بعدي الكلنا عشناها، وهي تظاهرة الباكسبور اللي قاعدة سامحوني اللي قاعدة توا تصير في 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 كل معاهد التونسية. نعطيه شوية أخبار توا على الباكسبور. بدأوا 129,098 مترشح لبكالوريا 2024 من مختلف معاهد الجمهورية. البارح الاثنين 15 أبريل في اجتيازات اختبارات التربية البدنية الباكسبور اللي تتواصل حتى 27 أبريل الجاي بمختلف مراكز الاختبارات بمختلف الولايات. البالغ عددها 254 مركز، واللي يشرف على الاختبارات هذه أكثر من 2130 أستاذ تربية بدنية موزعين على 929 مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى 71 لجنة موزعة على مختلف الجهات. ويشار أنه قد تم إعفاء 3701 تلميذ من اجتياز هذه الاختبارات. هذوما كل معلومات حبينا ندوكم بها في ناحية الباكسبور. لكن زاد الباكسبور، نقول الباكسبور نقول الجو نقول تفرهي نقول الناس اللي عامله بون كيف، التلامذة اللي عامله بون كيف، ومتلامذة اللي عاملين بون كيف. تلميذة من معهد عبد العزيز الخوجة بقليبيا مريم بوعفيف عبر الهاتف. اهلا وسهلا بك مريومة. عسلامه. اهلا مريومة، شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله عايشك. تسمع فينا مليح ولا؟ الحمد لله. تسمع فينا بالباقي؟ نسمع. اي شنو احوالك؟ يلا لاباس عليك. نسمع فيكم. اي شنو الاجواء؟ احكي لنا على اجواء الباكسبور في قليبي بالذات. كيفاش انتم بديتوا من البارح في معهد عبد العزيز الخوجة؟ باهي باش نسالك انت باك شنو مريم؟ باك ايكونومي. بديت البارح بالباكسبور ولا ما زلتوا؟ اي بدينا عدينا اللي كنا مي عدينا البارح. عديتوا البارح. انت شنو عديت؟ جيمناستيك سوبوا. جيمناستيك هذيك اللي هي اللي هي اوبليغاتوار، وزدت معها السو. جيمناستيك اوبليغاتوار سو البوا، وخذيت معها السو والبوا. به كيفاش كانت الاجواء في قبل ما تدخلوا للباكسبور؟ انا تو احنا قاعدين نهبطوا في التصاور على ستريمينج لايف نتاع الباج فيسبوك راديو كاب اف ام. ابارامول الاجواء كانت حافله برشا. اي هذيك التصاور بعد ما كملنا، بعد ما خرجنا. باهي نبداو بقبل وفي وسط وبعد. قبل ما تدخلوا تبداو تعديوا، كيفاش كانت الاجواء؟ شنو عملتوا بالضبط؟ قدم الليسي وسط الليسي ايش عملتوا بالضبط؟ كنا مشينا الكل مع بعضنا تلامينا قدام الليسي. بطبيعه الكل ستريت قعدنا نحكي مع بعضنا، صورنا تصاور قبل ما ندخلوا. قعدنا نركحوا في الاوراق مع بعضنا وكل شيء. وغنينا شويه قبل ما ندخلوا باش ما نقعدوش ستريسي برشا وكل شيء. بعد بديو نعديو احنا جروبين، معناها من 8 ل 10 والاخرين يعديو من 10 لنص نهار. انت بديت من 8 ل 10؟ انا بديت من العشرة نصف نهار. باهي وكيفاش كانت الاجواء مع الاساتذة اللي عداوا معكم الباكسبور؟ الحقيقة الكل هم محليهم حتى يموتيفيو فينا، يقولولنا معناها ما تستريسيوش روايحكم وهنا معايكم، معناها كل شيء، حتى معناها يخليونا نحكي مع بعضنا وكل شيء اليز على الاخر واحنا لداخل يعني وكل شيء. دوب ما دخلنا معناها وفيك الستريس اللي كنا البرة وكنا على عصابنا وخايفين وكل شيء، لفينا دخلنا لديهم سافا كل شيء، نسينا كل شيء، جست قعدنا نلعب ونفادلكم بعضنا وكها. واضح انت سافا عديت جيمناستيك بالبيه ولا نبدأ بالجيمناستيك؟ سافا تعدى بالبيه. أول واحدة انت عديت الجيمناستيك؟
اول حاجه بدينا بها جيمناستيك. اوكي، انت اول حاجه بديت بها هي جيمناستيك، وتعديت سافا هي وسو البوا ولا رميت الجله بالباهي ولا رميت بالباهي. احسن حاجه لعبتها هي البوا. أي بيه تفكر هذه رمي الجلة محمد علي متاع نتفكر سي سي المنصف أستاذ التربية البدنية رحمة الله عليه يتكلم ديما بالعربية الفصحى، وكان عنده طلاقة معناها نقولوا له أستاذ أنت متاع عربية ماكش تسبور رمي كله بالعربية الفصحى رحمة الله عليه، وتحية لأبنائه. أيوة مريومة وش اي باهي، بعد بعد ما كملتوا كيفاش كانت الاجواء البرام اللي سي؟ احنا كيما كل عام معناها التلامذة الكل معناها نعملوا كوليكت وكل شيء ونجيبوا الحسينية عندنا في قليبيا معروفين بها. اي لمي عملنا كوليكت وكل شيء ولمينا مع بعضنا الفلوس وكل شيء وجبنا الحسينية وكل استنينا بعضنا نخرج الكل وقعدنا معناها شحنا الافلام بتاعنا وكل شيء غنينا وشتحنا وقعد ركبنا الكل على الكراهب ومشينا وفشيت. ايوه هو في العاده هم الناس الكل كي تلقى تشارك في احتفالات الباك سبورت سواء طلاب البكالوريا معناتها تلامذه البكالوريا ولا غيرهم، فما فرق بين انك كي كنت في البريمير والدوزيام والتروازيام وبين انك السنا باك؟ فما احساسك مختلف شويه؟ بطبيعة مختلف جملة مش بشوية. كيفاش كنا عاملين كنت نمشي نحضر معاهم اللول للاخر ونبدا معاهم نمشي ونجي، خاصة معناها معايا اختي ولا صغار عمي يبدا كل عام معناها عنا تكون من العيلة وكل شيء، مش كيفك تتحط انت في نفس السيتياسيون وكل. اي معناها من الاول هكا تشوف الاجواء وتغزر لهم كيفاش وكل شيء، تقول لك ان شاء الله تقول وقتاش يجي الباك باش نعاد باش تلقاني عايش الامبيونس هذيك كيكا ولا لحظه. اي المهم تعدى، المهم تعدى جو زين. اي محلين نروح نحضرها على الاخر. اللي اهم تو من الباك سبور واجواء الباك سبور فهمت، وعديناه وبقدرة ربي فاليديه وجاونا به محضرين للباك برانسيبال ولا عطينا؟ هذا اهم سؤال تو مريوم. ضحكنا لعبنا وتفردنا. اي الريفيزيون شو عاملين؟ الريفيزيون شفتك السكوت، شفتك السكوت امولا هك السكوت فهمت كيفاش. يا مريوم محضره ولا لا؟ لا محضرين، بديت ريفيزيون من جمعتين نتاع الفاكونس تاع رمضان. اي بديت نحمي في المسارات كيما الايطاليا معناها لوبسيون والفرونسي والانفو، دونك قعدت نعملهم في ريفيزيون تويكا باش نبدا نحضر معناها الاخرين البرانسيبال نعطيهم وقتهم بالكدا. اللي هما انت قلت لي شعبه اقتصاد وتصرف، دونك عندك ليكو جيستيون هما لي ماتيغ برانسيبو كيكا ولا؟ اي واضح به. كلمة أخيرة ليك مريومة، شو تحب تقول؟ لشكون تحب تقدم تحية؟ تحب قدم تحية للعباد الكل، سلم على أصحابي الكل وقول إن شاء الله ربي ينجحنا مع بعضنا وإن شاء الله نفرحوا مع بعضنا كما فرحنا البارح مع بعضنا وأصحابنا زيادة نتاع لي سيكسيون الأخرين اللي مازالوا باش يعديوا إن شاء الله ربي معاهم. وعائلتي بالطبيعة والبروفيت اللي واقفين معنا. شكرا لك، تحية لك زادة يا مريم، وربي يوفقك وربي يوفق كل تلاميذ البكالوريا. كانت معنا مريم بعفيف تلميذة من معهد عبد العزيز الخوجة بقليبيا، حكت لنا على أجواء الباك سبور في قليبيا وفي برشا مناطق. دالي تفكر الباك سبور والفازات هذوكما؟ لازم ينسى عامة الباك سبور والباك سبور ومش اشتيحك اشتيح وستريس وحسينية عنا في قليب الحسينية وستريس زادة متاع الباك، ونتمنى ونجاح للتلام ذا الكل ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الدراسية. انت شنو عديت؟ انا باك سيونس، وفي الباك سبور الحقيقة ما كنتش مغروم ياسر وقتها بسبور، بعد تغرمت الحمد لله عديت وقتها جيمناستيك وبوا وفيتيس. ايوه تعديت بالبيه ولا؟ والله الحمد لله تعديت. شو يقول لك فاليديت؟ هي فاليديت الحمد لله.
اما ديما يقعد تتفكرك الجو الامبيونس هذيك الحلوه الاصحاب مبعثكم مع البروفيت عام سبيسيال تبداو نتوما اخر عرفتك الاضواء الكل متسلط عليكم وش عملتوا وش ما عملتوش وستريس العائله والنجاح بعد فرحه النجاح ما الحقيقه ما تتنساش كلها اكسبيريونس حلوه ان شاء الله بالتوفيق ونجاح للتلامذة الكل وان شاء الله يلقاو افق واسعه ليهم بعد وان شاء الله ينورونا امين يا ربي بالتوفيق لتلاميذ البكالوريا الكل في جميع معاهد ومؤسسات التعليم التونسيه. احنا توا قداش الوقت؟ توا 5:58 دقيقه. مازلنا متواصلين معاكم بالموسيقى راجعين بعد في ساعتنا الثالثه. امولا باش تقدم لنا احلى الاغاني يوم ورا يوم ريميكس بعد اغنيه اش حضرت لنا امولا برشا اغنيه على بعض او لا ايه اليوم الحلو ده. هذه هي الغنية اللي مش تكون بعد في اول ساعتنا الثالثة من اولاد الكاب. خليكم معنا ما تبدلوش لي فريكونس كاب اف ام.